خشب الزان يعني هو أجمل خشب للحرفيات، مشان هيك بستعملوه بالغرف النوم، بالخزائن، بالرسمات، بالنقش، بكذا. أكتر إشي بستعمله خشب الزان. عبد الهادي الشنتف أبو بشير من لاجئين سوريا. إحنا كنا عايشين بسوريا بغوطة الشرقية بمنطقة دوما. كانت شقفة خشب بإيد ابني بيلعب فيها، واخذتها منه أنا وصرت ألفها على إصبعي، فصارت تكسر معي. سخنتها بشوية مي وطعشتها، صارت تلين معي مثل ما بدي، سويتها خاتم. ومن هذا الباب انطلقت فيها أنا. من حوالي سنتين يعني صرت أساوي خاتم إلي، خاتم للولد، خاتم لمرتي، خاتم لبنتي. طورت الفكرة، صرت أعمل حلوقة، طورت الفكرة، صرت أعمل أساور طبعاً بدون إشي عليها، بدون زخرفة، بس الخشب الزان ألفه وأعمل أسويرة أو خاتم. إجا عبالي فكرة أني أزوقها، أزخرفها بنحاس. صرت أجيب سلاك نحاس زي هيك، أجدلهم كل سلكين على بعض وأصلاً أعمل منهم أحرف، أعمل منهم أشكال، أشكال زخرفة عربية يعني، مثلاً مثل هيك أو هيك. بعدين إجا عبالي أعمل سيف، خنجر، سويت خنجر. يعني لي روح فنية بالنسبة لي أول إشي، ثاني إشي باب رزق. يعني أنا بحب الفنيات بهيك إشي، بحب الرسم، بحب الزخرفة، وعندي بال طويل لهيك أشياء يعني. ومن من باب ثاني يعني باب رزق، بس باب الرزق عاد مش ضابط معي فيها بهذه البلد. ممكن بلد ثانية إذا طلعنا إن شاء الله يمشي معي. ممكن اني انا اساوي مثلا من اي خشبه او اي شيء، مثلا مرمي كذا، اعمل منه شيء حلو وجميل، يكون هو شيء مرمي مثلا وما له اعتبار، ما له قيمه، ممكن اني استفيد منه انا واعمله يصير جميل من خلال ادوات بسيطه بشتغل فيها، مثلا زراديه، انفاك مقص، سلك نحاس، صبغة. ممكن أساوي منه يعني شكل يصير جمال جميل كثير. يعني ممكن أساوي من أي شيء، من لا شيء أعمل شيء محترم وشيء جميل. يعني طموحاتي يمشي مشروعي أول إشي، أول إشي إنه يمشي المشروع هذا مثلا، بعدين بدي معدات إني أقدر أشتغل فيه أكثر من هيك، أسرع من هيك. يعني يصير الواحد فيه عنده أفكار، تجي أفكار غير إنه غير الأفكار الموجودة عنده. التكييف يعني يكون عندي معدات وعندي تسهيل للشغل، بصير الواحد يفكر بأشياء ثانية. أما هيك تفكيري بس بالعدة اللي عم بشتغل فيها، العدة محدودة. إيش العدة؟ زرابية ومفك براغي ومضرب، مش هالعدة يعني، وصافة أظافر. فعدتي بسيطة وأفكاري بتيجي على هواء عدة اللي عندي، يعني ما فيني أفكر بأشياء بدها معدات غير هاي. لو توفرت لي المعدات ممكن الواحد يفكر باشياء ثانيه، ممكن يخطر له اشياء ثانيه، ممكن يوسع مشروعه، ممكن يعمل لوحات، ممكن يعمل اشياء. يعني بخطر على بالي هيك اشياء انا، بس ما في امكانيه اني اشتغل فيها.